خدام على الوالدين ديالي وهو واختي وهذه. شوف الحاله ديالي كيفاش ولات، ومساخط اني ما خدموش على الوالدين او ما عايشين مزيانين وانا بشي بعيد. نبيع حوايج ديالنا باش ناكلو. اي والله دابا يا نكر عليا الضو عليا يوم ما عندي باش غنخلص. دابا انا كنسعين العائله ديالي، دبروا لي الخدمه فين نخدم اي خدمه. ما هربت لي بس نجبر الخدمه. انت رو بس ما جند معاونه وصافي. انا خدام في البازار، الحياه ديالي كامله بازار. كنا عايشين مزيانين، خدام على الوالده وخاي والوالد وكلشي بخير وعلى خير. جاب الله العمر ديال الوالده، بقينا انا وخاي هذا، بقينا انا وهذا. جا هذا المرت هذا، مني جا هذا المرت هذا، ووقفنا من الخدمه مره ما خدامينش. المعاونه كاين كيحتو المعاونه، قال لك القفافه هذه ما شفنا وقفه لا من عند المقدم ولا حتى من عند شي واحد. بقينا غير كنسعوا العائله. اليوم يعطيوك واحد 4 أيام في السيمانه ما يعطيوكش. جبرنا هذا، بديت كنبيع انا الحوايج ديالي بس كنصرفوا. دابا هي نكر عليا الضو عليا يوم ما عندي باش غنخلص. الكرا رخيص ولكن ما ينعاد تجيبو. انتينا عندي صار 7 و8 و9 وهذا العصر عادي يخرج 10، عادي تكون 4 شهور. والكرا ماشي غالي، ولكن واخا ماشي غالي ما عندكش ما ينعاد تجيب الفلوس باش عاد تخلص. موالين الدار صابرين معايا، الله يجازيهم بخير. وهادشي حتى الله انا كنطالب دبروا لي شي خدمه فين نخدم. انا ما نقدرش نمشي عند شي واحد نطلب له يعطيني ما ناكل ولا شي حاجه. دبروا لي الخدمه فين نخدم اي خدمه. هادشي حتى انا ما كنطلب لا فلوس لا هادي ولا والو. ناتي هو الله سبحانه دبروا لي شي خدمه، حربت لي بس نجبر الخدمه. دفعت السيكوريتي والو. كاين كيقول لك دابا كورونا ما كاينش. طلع لي الزعاف، سمحت فيهم. هادي دابا مني بدات تهدد كورونا وما عيطولناش. دابا انا كنسعين العائله ديالي. شي في القصر شحال ما سيعطيوك مساك. عندي هذا وعندي واحد اختي مسكينه في القصر كتتعاون لنا سعيده ديك البركه. وعندي خايت برزيقه كنعيط له وما كيوسي حتى التليفون علينا. ويما ماتت وما جاش حساب الجنازه. المراه ديالو قالت لها واش برد الطياره، ها هو ماشي غدا عادي يكون معكم والو. ومني كنعيط له انا في التليفون ما كيهوشي. وانا اللي كنت خدام على الوالدين ديالي وهو واختي وهذه. شوف الحاله ديالي كيفاش ولات، ومساخط اني ما خدموش على الوالدين او ما عايشين مزيانين وانا بشي بعيد. وني تبع هاد الخدمه ديال السياحه صافي. بقى مسيب مني ماشي مني انا، من اعداد. الازمه كورونا جابت لنا الازمه، معناها اللي يعاون العائله صحيح يبقاو يعطيوك. مي مشيت الدبار الخدمه يقول ما كاينش. ايوا حنا تحت الله ما شنو نبيع حوايج ديالنا باش ناكلو. اي والله خاف لما غير انا دابا خلاص 60 سنه دابا في العمر ديالي. اخ ديالي انا 63 زايد عليا 3 سنين. وانا ويا دابا حسن ويدا مسكينه الله يرحمها. ايه والدك كانوا والدة ما تيعرفوهاش ولادها برجيكا ولا واحد. بقينا عيدك هذا كان خدام في البازار سددت عليه. ما بقينا لا اله الا الله. خدامين على الوالدين تدوا علينا البيبان. كي راه طالع علينا دابا وداو معنا
صار واحد لما يوم عصار عصار ايوا اسمه من لا اله الا الله انتوا اسمه معاونة وصار. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.